وللمزيد من المتابعة من مدينة جدة السعودية موفد التلفزيون المصري إلى هناك منذر أبو دوح. منذر، اطلعنا على أبرز ما تم في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب. تحياتي إليك بداية، ولكم أعزائي المشاهدين، ساعة الاجتماع شهدت زحمة وكذلك سعادة لدى المشاركة، وذلك بسبب الوفد السوري لأول مرة بعد قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إلى موقعها في قلب الجامعة العربية. وبطبيعة الحال كان هناك جلسات عمل بين وزارة الخارجية العرب قبل الجلسة العامة، ناقشت عدد من القضايا سواء كان الملف السوداني وكذلك عدد الملفات الاقتصادية وكذلك السياسية. تابعنا كذلك تأكيد وزير الخارجية سوريا بمشاركة الرئيس السوري في القمة العربية الآسية ستقع بعد ذلك إن شاء الله في المملكة العربية السعودية، وتأكيده على عودة سوريا إلى قلب الجامعة العربية كلاعب رئيس في القضايا العربية، والتأكيد كذلك على رد بدعم الدول العربية الاقتصادية لسوريا في المرحلة القادمة، وهذه من أهم الملفات والقرارات الخاصة بوزارة الخارجية العرب في المرحلة القادمة وتوصيات التي سيتم رفعها الى القمه العربيه الاساسيه التي ستقام بعد غد ان شاء الله. بطبيعه الحال هناك التوصيات الخاصه في الازمه السودانيه والاقتصاد بين الشقاء السودانيين، حاولت الى رفع الصدع والحفاظ على الدعم السوداني، وكذلك ما تم مناقشه ما تم من خلال المفاوضات التي جرت في مدينه جده خلال عده اسابيع بين الشقاء السودانيين لوقف اطلاق النار واخر تطورات الازمه السودانيه. بطبيعه الحال هناك على توحيد القوانين الدستوريه بين الدول العربيه ضمن عمليه التكامل تسعى اليها الجامعه العربيه من خلال التكامل الاقتصادي بين الدول العربيه. نعم، منذر أبو دوح موفد التلفزيون المصري إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر انعقادها في مدينة جدة السعودية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.